الناطق الرسمي باسم الحكومة يرد على تساؤلات حول إلغاء الساعات الإضافية بطريقة مثيرة، تزامنا مع الندوة الصحفية التي نظمت ظهر اليوم الخميس في أعقاب انعقاد المجلس الحكومي. تفاعل الناطق الرسمي باسم الحكومة تجمعي مصطفى بيتاس بطريقة غير مقبولة تماما مع تساؤل وجهته إليه زميلة صحفية عن القناة الثانية دوزيم يتعلق بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي الساعات الإضافية الذي شكل طوال السنوات الأخيرة مطلبا أساسيا لفئات عريضة من المغاربة. الناطق الرسمي باسم الحكومة وعوض أن يجيب على هذا التساؤل أو على الأقل يشرح للمغاربة أسباب استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، اختار أن يغادر القاعة دون أن يقدم أي توضيحات في الموضوع، رغم إلحاح عدد من الزملاء الصحفيين عليه في مشهد خلف حالة من الاستياء الكبير. وكان عدد كبير من المغاربة قد طلبوا في مناسبات عديدة بضرورة العودة لاعتماد التوقيت القانوني غرينتش، خاصة بعد أن أثبتت كل الدراسات حجم الضرر الناتج عن اعتماد الساعة الإضافية.